صباح الخير وأهلا بكم في منصات رقمية، وهذه الجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يشوق متابعيه لحدث منتظر بعد أيام قليلة من خلال فيديو نشره على حسابه الخاص في إنستغرام، وأرفقه بتعليق Stay tuned، ابقوا معنا حتى 7 يوليو. ويظهر في الفيديو مشاهد لشخصين يعيشان تحت الماء أو يعيشان حياة خيالية حالمة تحت الماء على وقع موسيقى هادئة، وفي الختام يظهر تعليق الغوص في عالم آخر. الفيديو أثار تعليقات كثيرة للمتابعين وانهالت التخمينات والتوقعات حول ماهية هذا الحدث المرتبط بالماء. ونحن سنبقى متيقظين حتى 7 يوليو. وإلى جديد المنصات الرقمية وتحديدا تويتر، فقد كشفت المنصة الشهيرة عن قيامها حاليا بتطوير أدوات تتيح للمستخدمين تحديدا من يمكنهم مشاهدة تغريداتهم من خلال أداة تحدد إمكانية رؤية التغريدة على الأصدقاء الموثقين فقط. إلى جانب ذلك يدرس تويتر فكرة أخرى تشمل السماح للأشخاص بالتغريد كشخصيات مختلفة من خلال حساب واحد، كما يمكن للمستخدمين متابعة كل الشخصيات أو شخصيات محددة من هذا الحساب. كعادته يغير جوجل شعار محرك البحث الخاص به احتفاء بمناسبة خاصة أو تكريما لأشخاص متميزين. اليوم احتفل عملاق الإنترنت بالرسامة الفلسطينية مليحة أفنان التي ينظر إليها على نطاق واسع كواحدة من أهم فناني الشرق الأوسط في القرن 20. أفنان التي تنقلت بين الكويت وبيروت وباريس ولندن، قدمت أعمالا نفذتها بالحبر والمواد المختلطة على الورق أو بألوان الباستيل الزيتية على شكل خطوط تبدو وكأنها جغرافيا محددة وواضحة ذات ظلال متعددة من الألوان، لكنها تشير جميعها إلى العزلة والارتباك والاغتراب بشكل عام. وإلى أكثر الفيديوهات تداولاً، أمس فيديو فطر القلوب لابن لبناني يصرخ بحرقة متأثراً لعجزه تأمين الدواء لابنته المريضة التي تعاني من حرارة مرتفعة منذ عدة أيام حتى ذبلت ونقص وزنها. الأب ظهر وتخنقه الدموع مؤكداً أن لديه البنزين والمال لكن الدواء غير متوفر، كل ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد منذ فترة. هذول العالم اللي جوا مزبون، مظبوط في دولة، مظبوط دولة مشانة عم تسوى، هيدي الدولة صارت كلمة، هذول السياسيين. وإلى فيديو الفاجعة التي هزت اليابان يظهر فيه انهيار طيني سحق المنازل قرب طوكيو. الانهيار الطيني القوي الذي حصل بسبب الأمطار الغزيرة حمل طوفانا من المياه السوداء والحطام واجتاح صفوفا من المنازل غرب العاصمة، الأمر الذي أدى إلى انجراف عشرات المنازل السكنية متسببا بخسائر بشرية ومادية جسيمة. ثعبان أصبح من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وسبب مقاييسه الجمالية الفريدة بألوانه المتألقة مثل قوس قزح. الثعبان الأنثى يطلق عليها اسم ماي لوف، موجودة في منتزه ذا ريبتايل زو في كاليفورنيا، ولدت فيها من جينين مختلفين إذ لديها الجين المتنوع وجين الطفل الذهبي، وهو ما يجعل ألوانها مختلفة ومشرقة تحت ضوء الشمس. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا على المنصات الرقمية لليوم. عودة من جديد إلى غرازيلا وأسامة.